احنا لسه خارجين من رمضان، وناس كتير يعني في شهر رمضان كانت طول الوقت بتقرأ في آيات الله عز وجل، ويعني مما علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم. لما تيجي آيات الرحمة نقول اللهم اجعلنا منهم، وما تيجي آيات العذاب ان احنا نقول اللهم قنا هذا العذاب يا رب وارزقنا الجنات. والحقيقة انه آيات الرحمة في القرآن الكبير اكتر، القرآن الكريم اكتر بكتير جدا من آيات العذاب، ويمكن فيها تفصيلات جميلة جدا تحبب المسلم. ولكن احنا بنشوف الترغيب عشان بينفع مع بعض الناس، والترهيب عشان بينفع مع البعض الآخر. ولكن من ضمن الآيات اللي هنقف عليها الجزء اللي بيقول اعلموا أن الله شديد العقاب وفي نفس الوقت وأن الله غفور رحيم. الآية دي آية فيها ميكس ما بين الاتنين، يعني انت لو عايز تشوف العذاب هتلاقيه، ولو عايز تشوف الرحمة هتلاقيه. ولكن احنا بفهمنا القاصر بنقف قدامها ونقول طب ازاي الاتنين مجموعين في نفس الآية، وايه الحكمة من كده؟ طب مين اللي هيستحق الرحمة ومين اللي هيستحق العذاب؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. طيب خلينا نقول أن هذه الآية ليست نسقا منفردا في القرآن الكريم. الآية جمعت بين العذاب والرحمة، لو تتبعنا لوجدنا أن هذا ديدا الحديث في القرآن الكريم. يوشك ألا تجد سورة من كتاب الله عز وجل ذكر فيها الجنة إلا وذكرت النار، والعكس. أحيانا يطغى الحديث عن الجنة، وأحيانا يطغى الحديث عن النار، أحيانا يطغى الحديث عن العذاب، وأحيانا يطغى الحديث عن المغفرة أو الرحمة. ولكن بشكل عام هذا نسق متكامل في القرآن الكريم. الله عز وجل على كل شيء قدير، وهو المعنى الحقيقي لكمال الله عز وجل وجلال الله عز وجل، أنه يفعل الشيء وضده لحكمة يراها ولا يعلمها أحد من خلقه. لذلك نجد أن الله عز وجل في هذه الآية يقول اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم، ويقول في سورة الحجر نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. إذن فالجمع بين المغفرة والرحمة الله عز وجل جعله يعني منثورا في القرآن الكريم، وإن لم يتتابع أو يلتصق ولكنه منثور في القرآن الكريم، وهذا لحكمة من الله عز وجل، لعل منها أن يعيش الإنسان دائما بين خوف ورجاء. دائما نقول في مجال العقيدة أن أهل السنة والجماعة وسط بين طرفين، لا إلى تفريط ولا إلى إفراط. هناك من فرط في الأمر وأخذ فقط الجانب المشرق، الرحمة والمغفرة، فصار من المرجئة والعياذ بالله، لا يضر مع الكفر، لا يضر مع الإيمان معصية، كما لا يضر مع الكفر ذنب. وهذا ذهب شطط، يعني خلاص بقى يعمل أي حاجة يقول لك ما هو ربنا إيه؟ غفور رحيم، ربنا هيغفر لي. حتى صارت فرقة كاملة من الفرق الضالة عن جادة الطريق بسبب إن هي خدت شق الآية، شق المعنى، شق الحقيقة التي تعني اكتمال قدرة الله عز وجل. والطرف الآخر في الإفراط، في الغلو، في التشدد، أولئك الذين ذهبوا إلى أن الله شديد العقاب بس، أن عذابي هو العذاب الأليم بس، فأخذوا يكفرون المسلمين بالمعصية ويحكمون على هذا بالنار وعلى هذا بالويل والثبور وعظائم الأمور، حتى يعني صار الأمر فكرا متبلورا كاملا لفرقة أخرى ضلت عن منهج أهل السنة والجماعة، اللي هم بنشوف منهم بقى التكفير بكل مسمياتهم، الخوارج بكل مسمياتهم، الدواعش بكل مسمياتهم إلى آخر ذلك. هذا وذاك ما وعى حقيقة الإيمان، ما قدر الله عز وجل حق قدره. الله عز وجل من قدرته وكمال رحمته وحكمته أنه الرحيم حين يعذب، وهو القوي ذو البأس الشديد وهو يرحم. ونجد ذلك في مخاطبة الأنبياء لربهم. انظروا إلى إبراهيم عليه السلام يقول فمن عصاني فإنه، فمن تبعني فإنه منه، ومن عصاني فإنك أنت الغفور الرحيم. إذن هذا المعنى الذي يجب أن يستشعره المسلم، يجب أن يستشعره كل شخص وهو يتعامل مع كتاب الله عز وجل، مع قضايا الإيمان بشكل عام، مع قضايا العقيدة بالمنظور النظري التي تدرس، للأسف أصبحت مجرد نظريات تدرس، ومفهوم العقيدة الحقيقي
الذي يطبق أن من كمال قدرة الله عز وجل، من أدلة إيماني بالله عز وجل وقدرته وكماله وحكمته أنه سبحانه وتعالى شديد العقاب وأنه غفور رحيم. فلا بد أن يكتمل المعنى. وكما قال ابن القيم إن قلب المؤمن كالطائر، جناحه الخوف والرجاء ورأسه المحبة، وهذه هي ضابطة الأمور.